بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Welcome back to General Microbiology. نتابع مع بعض إن شاء الله اليوم المحاضرة الثانية من موضوع Controlling Microbial Growth in Vitro. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن Antimicrobial Drugs وبعض التعريفات وآلية عمل كل مجموعة من هذه الأنتيميكروبيات، وتحدثنا كذلك عن البنسلين ومشتقاته وسفالوسبورينز والسايكلوسيرينز والبكتريسين والفانكرومايسين. تحدثنا عن الأنتيبيوتيكس that inhibit protein synthesis مثل الأنتيميكروبيال and that bind to the 30 ribosomal subunit الأمينوغليكوسايدز، وكذلك الانتيميكروبيالز ذات بايند تو ذا 50S ribosomal subunits اللي هم الكلورامفينيكول والليثروميسين هم الماكرولايدز واشياء من هذا القبيل. واليوم ان شاء الله سنتابع هذه المحاضره او سلسله المحاضرات عن الكنترولينج انتيميكروبيال جروث ان فيفو. سنتحدث عن الانتيميكروبيالز ذات انترفير وذ ايلونجيشن فاكتورز. طبعا لما تحدث عن elongation factors هي elongation of peptide، لما البكتيريا تنتج بروتينات فهذه الانتيميكروبيال agents تؤثر على استطالة البيبتايد أو البروتين الناتج. طبعا selectivity due to differences in prokaryotes and eukaryotic elongation factors. عملية استطالة أو تصنيع البروتين في الخلايا يختلف من البروكاريوتس عن اليوكاريوتس. فالبكتيريا المتحدث عنها هي بروكاريوتس، وهذه الانتيميكروبيال ايجنتس تؤثر على العوامل التي تطيل البيبتايد. اول انتيبايوتيك او انتيبكتيريال متحدث عنه هو فيوزيديك اسيد، وهو بكتيريوستاتيك أي مثبط للبكتيريا وليس قاتل للبكتيريا. لان mode of action fusidic acid binds to elongation factor G EFG EF elongation factor طبعا and inhibits release of elongation factor G from elongation factor G GDP complex. عملية تصنيع البروتين أو إنتاج البروتين على الريبوسوم طبعا تحتاج إلى طاقة، والطاقة تأتي عن طريق الجي دي بي وهو مشتق آخر من الاي تي بي أو similar to ADP. وفي هذه الحالة الفيوزيريك أسيد يمنع إنه هذا الإيوغيشن فاكتور جي إنه ينفصل عن المعقد اللي هو المركب الإيلوغيشن فاكتور جي مع الجي دي بي، وبالتالي لن يكون هناك إنتاج للبروتين لأنه الفيوزيريك أسيد سيمنع هذا عملية الانفصال، وبالتالي لن يتكون عندنا بروتين. طبعا spectrum of activity gram positive cocci بيأثر أكثر شيء الفيوزيريك أسيد على البكتيريا موجبة الجرام بوزيتيف كوكاي اللي هم برضو الكرويات. لان في عندنا تاثير اخر هو انهيبيشن اوف ميمبرين فانكشن. ذا بوليبيبتايد انتيبايوتيك بوليمكسين بي اند كوليستين بوليمكسين اي ار ديرايف فروم باسيلس بوليمكسين. هذه المضادات الحيويه اللي هي بوليمكسين بي وبوليمكسين اي عبارة عن بروتينات تنتجها بكتيريا الباسيلس بوليميكسا. They damage the membrane of gram-negative bacteria releasing in a loss of resolution resulting in the loss of osmotic control. هذه الأنواع من الانتيبيوتيكس لأنها بروتينات لان ستدمر الغشاء البلازمي للجرام-negative bacteria، وهذا سيؤدي إلى فقدان لعملية السيطرة الأسموزية. فلذلك راح يصير في عنا فقدان للأسموزية، فمحتويات الخلية
بتؤدي انها تتسرب خارج الخليه وخصوصا البوتاسيوم ايونز، وطبعا مواد حيويه اخرى موجوده داخل البكتيريا مما يؤدي الى موت الخلايا. اذا هذه البوليمكسين بي والبوليمكسين اي اللي هم البوليمكسين بي البوليمكسين اي بنسميه الكولستين، قلنا بيدمروا الغشاء البلازمي للخليه سالبه الجرام او الجرام نيجاتيف بكتيريا، resulting in a loss of osmotic control which causes leakage of potassium ions and other vital bacterial components and ultimately death. Polymyxin is poorly absorbed from the intestinal tract and it's toxic to kidney. البوليمكسين سواء كانت بوليمكسين B أو بوليمكسين E امتصاصه ضعيف في مجرى أو ما يعرف به اللهم صل على سيدنا محمد الأمعاء، وبرضه هو سام للكلية. It kills resting as well as multiplying cells. بمعنى آخر البوليمكسين يقتل السبورات ويقتل الخلايا المنقسمة. It's used in mastitis, enteritis as a topical preparation. استخدامات البوليمكسينز أكثر شيء تستخدم كمراهم خارجية لعلاج الماستيتس والإنتريتس. الماستيتس هو التهاب الضرع. لأن المجموعة الأخرى من الأنتيبيوتكس هي inhibitors of nucleic acid synthesis. في عنا مجموعة من المضادات الحيوية تثبط إنتاج الأحماض النووية. طبعاً عندنا نوعين من الأحماض النووية، عندنا DNA وعندنا RNA. لأن المجموعة الأولى inhibitors of RNA synthesis هي التي تثبط إنتاج الRNA. طبعاً selectivity due to differences between prokaryotic and eukaryotic RNA polymerases. طبعاً كما قلنا هناك فروقات بين البروكاريوتس واليوكاريوتس في إنتاج الRNA، وطبعاً المسؤول أو الإنزيم المسؤول عن إنتاج الRNA هو الRNA polymerase، والموجود في الخلايا البروكاريوتس يختلف عن الموجود في الخلايا اليوكاريوتيك. يعني البكتيريا كونها بروكاريوتيك سيلز فهذه الأنتيبيوتيكس تؤثر على هذا الإنزيم الخاص في إنتاج الRNA في البروكاريوتس. في عندنا مجموعة من الأنتيبيوتيكس اللي هم الريفامبين والريفامايسين والريفامبسين والريفابيوتين، كلهم بكتيروسايدل بمعنى آخر كل هذه قاتلة. ليش؟ لأنه لن ينتج هناك ماسنجر RNA ولا يتكون هناك بروتين. طبعاً المود أوف أكشن These antimicrobials bind to the DNA-dependent RNA polymerase and inhibit initiation of messenger RNA. هذه الانتيبيوتكس ترتبط مع الـ RNA polymerase. الـ RNA polymerase هو الإنزيم المسؤول عن إنتاج messenger RNA، وبالتالي تمنع من هذا الإنزيم من الارتباط مع DNA لإنتاج messenger RNA. Spectrum of activity طبعا اكيد راح يكون broad spectrum واسع الطيف جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف، واكثر شيء تستخدم في علاج التوبركلوسيس. التوبركلوسيس هو مرض الحمى المالطية. Resistance common طبعا هناك البكتيريا تشكل او تكون مقاومة لهذه الأنواع من الانتيبيوتكس. Combination therapy. Since resistance is common, rifampin is usually used in a combination therapy. بما أنه تكوين المقاومة شائع في هذا ضد هذه الأنواع من الانتيبيوتكس فنستخدم combination therapy. بمعنى آخر نستخدم خليط من الانتيبيوتكس حتى نقلل من هذه الريزيستنس من هذه المقاومة. فإذا استخدمنا الانتيبيوتك ريفامبين نستخدمه مع انتيبيوتك آخر له مود اوف اكشن آخر، يعني حتى ما يصير في عندي مقاومة لهذه الأنواع من الانتيبيوتكس.
الآن نتحدث عن inhibitors of DNA synthesis. برضو هذه الانتيبيوتكس تؤثر على إنتاج أو تصنيع DNA، وبرضو sensitivity due to differences between prokaryotic and eukaryotic enzymes. الإنزيمات المسؤولة عن إنتاج DNA تختلف من البروكاريوتس إلى اليوكاريوتس، وكون البكتيريا بروكاريوتس فإن هذه الأنتيبيوتكس تؤثر على الإنزيمات اللي تنتج DNA في البكتيريا أو البروكاريوتيك سيلز. أول أنتيبيوتك نتحدث عنه اللي هو الكوينولونز، وهي بكتيريوسايدل. في عنا من الكوينولونز عدة أنواع، في عنا نالديكسيك أسيد، سوبروفلوكسيسين، أوفلوكسيسين، نورفلوكسيسين، لافوفلوكسيسين، ليموفلوكسيسين، وسابروفلوكسيسين. هذه الانتيبيوتكس كلها تابعة لمجموعة الكوينولونز. طبعاً mode of action: these antimicrobials bind to the A subunit of the DNA gyrase, topoisomerase, and prevent supercoiling of DNA. طبعاً thereby inhibiting DNA synthesis. قبل ما نتحدث عنه نيجي بس نراجع شوي عن طبيعة DNA أو الكروموسوم في البكتيريا. قلنا الكروموسومات الموجودة في البكتيريا أو DNA الموجود في DNA هو عبارة عن circular DNA supercoiled. هذا DNA عبارة عن حلقة بتكون فائقة اللف، والمسؤول عن هذا supercoiling هي إنزيمات، منها إنزيم DNA gyrase. DNA gyrase لا يوجد إلا في البكتيريا فقط، وهو مسؤول عن topoisomerases، يعني حالات اللف الفائق اللي هي different stages of supercoiling. فبالتالي هذه الانتيبيوتكس تؤثر على هذا الإنزيم وهو DNA gyrase، وبالتالي تمنع عملية supercoiling أو تبقي الـ DNA supercoiled حسب عمل الانتيبيوتك، وبالتالي تمنع عملية DNA synthesis. وإذا ما تكونت DNA synthesis بمعنى آخر لن تستطيع الخلية الانقسام والخلية بتموت. طبعاً spectrum of activity gram positive cocci and urinary tract infection. أكثر شيء بيأثر هذا النوع من الانتيبيوتكس والكوينولونز على الجرام بوزيتيف كوكاي اللي هي الكرويات موجبة الجرام، وتستخدم أكثر شيء في علاج الالتهابات البولية. Resistance common for nalidixic acid developing for ciprofloxacin. طبعاً أكثر شيوعاً المقاومة في nalidixic acid، ولا تزال تتطور ضد ciprofloxacin. Inhibition of nucleic acid synthesis. طبعاً قلنا تثبيط إنتاج nucleic acid. الكوينولونز بالتحديد قلنا الكوينولونز هم عدد من الانتيبيوتكس مثل الانروفلوكسيسين، سوبروفلوكسيسين، كلينوكسين and نورفلوكسيسين. They inhibit bacterial DNA gyrase زي ما حكينا، leading to the reduction in supercoiling of chromosome DNA around and RNA. إذن هذا النوع من الانتيبيوتيك سيأثر على supercoiling ويؤدي إلى reduction in supercoiling، يعني بخفف من عملية أو تقلل من supercoiling للكروموسوم وخصوصا حول ال RNA. وبالتالي the loosely coiled DNA is then degraded into small non-functional fragments by the action of exonucleases. أي DNA لا يوجد supercoiled في البكتيريا بتحطم بواسطة فعل إنزيمات اسمها الإكسونيوكليازز. فإذا تحطمت هذه DNA معناته الخلية راح تموت. The quinolones are bactericidal and also interrupt bacterial membrane integrity. بالإضافة إنه
الكلونز بيأثروا على الدي ان اي برضه لهم تأثير على سلامة الغشاء البلازما. Neodexic acid related to quinolones is used in human urinary tract infection caused by gram-negative bacteria. Neodexic acid هو antibiotic قريب من الكلونز ويستخدم في علاج التهابات المجاري البولية في الإنسان اللي بتسببها gram-negative bacteria. طبعا حتى يعمل it requires pH lower than 5.5 to be effective. لازم يكون درجة الحموضة حوالي أو أقل من 5.5 وهي درجة حموضة البول. And this pH and below it hydrolyzes to ammonia and formaldehyde. على ال pH 5.5 بتحلل النيتريك أسيد إلى أمونيا وإلى فورمالديهايد فورمالين. النيتريك أسيد by itself has no antibacterial activity. لأن إذا ما تحلل النيتريك أسيد إلى أمونيا فورمالديهايد ما له أي تأثير مضاد للبكتيريا. تأثيره عندما يتحلل إلى أمونيا وإلى فورمالديهايد. طبعاً resistance appear to due to either modified DNA gerase or to failure of entry of the drug. قلنا المقاومة للنيتريك أسيد شائعة وآلية هذا المقاومة بتكون إما صار هناك تغيير في مواقع الارتباط على DNA gerase أو هناك فشل في دخول هذا العقار أو هذه العقاقير الطبية إلى داخل الخلية. Obligate anaerobes are resistant to quinolones. لذلك البكتيريا اللاهوائية الإجبارية بتكون مقاومة للكوينولونز. ليش؟ لأنه يجب أن يدخل الكوينولون إلى داخل الخلية وهذا يحتاج إلى نقل نشط ويحتاج إلى أكسجين. في البكتيريا الأنيروبكس الإجبارية بتكون مقاومة لأنه لن يستطيع لكل أو لن تستطيع هذه الأنتيبيوتيك الكوينولونز الدخول إلى داخل الخلية. Although injectable forms are available, quinolones are commonly given orally. ممكن إعطاء الكوينولونز عن طريق الحقن وأكثر شيء وأكثر شيوعا يؤخذ عن طريق الفم. Novabiosin. Novabiosin is a bacteriostatic, inhibits synthesis of DNA and teichic acid at the cell wall. Most active against gram-positive. إذا بتذكروا تيشيك أسيد لما تحدثنا عن تركيبة السول تيشيك أسيد فقط موجود في الجرام بوزيتيف فبالتالي النوفابايسين بيأثر أكثر شيء على الجرام بوزيتيف بكتيريا but its use is limited because it binds proteins and cause renal damage vomiting and jaundice. استخداماته محدودة هذا النوع من الانتيبيوتكس إلا في حالات الطارئة لأنه يتحد مع البروتينات الموجودة في جسم الإنسان ويؤدي إلى فشل كلوي وإلى طبعا عملية استفراغ واصفرار الجوندس. Other antibiotics عندنا النيتروفوران derivatives. They are synthetic compounds strong bactericidal for gram positive and gram negative bacteria. هذه الأنواع من antibiotics هي synthetic compounds خصوصا الناتروفوران derivatives. هذه بتكون مصنعة في المختبر ولها تأثير قوي قاتل ضد الجرام positive والجرام negative. It's insoluble and natroforazan are used in topical or preparations. طبعا هذه الantibiotics تكون غير ذائبة في الماء وأكثر استخداماتها بيكون في المراهم الخارجية. Furosidiline is used in veterinary medicine for cases of salmonella infections, especially in poultry. Furosidiline هذا الأنتيبيوتيك يستخدم في البيطرة أو الطب البيطري لمعالجة السالمونيلا اللي بتسبب التهابات في الطيور.
natrophorans inhibiting a variety of enzyme systems in bacteria and damage DNA. تأثير النيتروفورانز هو التأثير على عدد من الإنزيمات وتؤدي إلى تدمير DNA. Precise mechanism of action is not clear. آلية العمل كيف يتدمر DNA أو يخرب DNA لحد الآن غير واضح. Nalidixic acid, mandylime, used as generally when antiseptic in humans and animals. طبعا هذا يستخدم Nalidixic acid في تعقيم المجاري البولية في الإنسان وفي الحيوانات. It requires pH lower than 5.5 to be effective. At this pH, قلنا and below, it's hydrolyzed to ammonia and formaldehyde. زي ما حكينا سابقا Nalidixic acid لا يعمل لوحده وانما يجب ان يتحلل الى امونيا وفورمالديهايد. Isoniazide used for treatment of tuberculosis, it acts by inhibiting the synthesis of myelic acid. It may be useful in treatment of narcocardial mastitis and actinobacillosis of cattle. الايزونايزد هو انزيم اكثر استخداماته عفوا هو انتيبايوتيك اكثر استخداماته ضد او لمعالجه التوبركلوسيس وهو مرض السل ويعمل عن طريق تثبيط تكوين المايوليك اسيد. المايوليك اسيد هي الطبقه الشمعيه الموجوده على سطح البكتيريا التوبركلوسيس لأنها التوبركلوسيس أو جرثومة السل مميزة إن لها طبقة شمعية بتحيط بالخلية فهذا الأنتيبيوتيك يمنع تكون هذه الطبقة الشمعية وبالتالي بتكون البكتيريا غير قادرة على الانقسام والنمو ممكن إنها تموت. طبعا ممكن نستفيد من هذا النوع من الأنتيبيوتيكس في علاج النوكايدال ماستايتس هو التهاب الضرع والأكتينوباسيلوسيز في الأبقار. نتوقف الآن عند هذا السلايد ونتابع إن شاء الله في المحاضرة المقبلة.